الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الكل يحب ويقدس ويعظم امنا القديسه العذراء مريم. لها مكانه خاصه في قلب كل انسان في العالم، لأن كل الأنبياء تكلموا عن القديسة العذراء مريم في القديم وفي الجديد. فقد قال عنها الحكيم السليمان الحكيم في سفر النشيد: أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. وقال عنها أشعياء النبي في سفره في العهد القديم: ولكن السيد يعطيكم نفسه آية، هل عذراء تحبل؟ أشعياء النبي قبل ولادة القديسة العذراء مريم بمئات السنين يتنبأ عنها ويقول: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل. وقال حزقيال النبي ايضا في العهد القديم في سفره: هذا الباب يكون مغلقا، هذا الباب يكون مغلقا، لا يفتح ولا يدخل منه انسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. أمنا القديسة العذراء مريم لها مكانة خاصة في قلب كل واحد فينا، ليس لأن الأنبياء في العهد القديم تكلموا وتنبأوا عنها، ولكن نجد أمنا القديسة العذراء مريم نبع الفضائل، ونقدر نقول تتصف بجميع الفضائل. لذلك أقول لكم يا أحبائي، إن كنا نقول عن القديسة العذراء مريم بأنها أمنا جميعا، يجب أن نتعلم منها، يجب أن نتعلم منها الفضائل. مخدوع الإنسان الذي يقول عن العذراء مريم أنها أمه وهو لا يتعلم منها ويكتسب منها الفضائل ويشرب من نبعها. هذا ما قاله الرب يسوع المسيح له المجد لجماعة اليهود الذين كانوا يفتخرون بأنهم أولاد لإبراهيم. قال لهم في إنجيل القديس يوحنا: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. فلو احنا بنقول احنا اولاد القديسة العذراء مريم ولم نتعلم ونكتسب منها الفضائل فنحن مخدوعون. الانسان الذي يضع صورة القديسة العذراء مريم امام عينيه ويتعلم منها الفضائل فعلا هو بالحقيقة ابن للقديسة العذراء مريم. الثمرة العظيمة، الثمرة العظيمة تأتي من الشجرة العظيمة أيضا. أمنا القديسة العذراء مريم عظيمة في فضائلها، فيجب علينا نحن أبناءها أن نتعلم منها أيضا الفضائل. لذلك يا أحبائي في هذه الأيام نقف جميعا
أمام أمنا القديسة العذراء مريم ونقول لها اشفعي فينا أمام ابنك الحبيب حتى ما يعطينا القوة وحتى ما يعطينا النعمة وحتى ما يعطينا البركة وحتى ما يعطينا أن نكتسب الفضائل من أمنا العذراء مريم. فعشان كده إن كنا النهاردة بنتكلم عن أمنا القديسة العذراء مريم لازم نتكلم عن الفضائل بتاعتها. كانت القديسة العذراء مريم تتصف بفضائل كثيرة، ولكن يا أحبائي أريد أن أكلمكم عن فضيلة واحدة في هذا المساء المبارك، أن أمنا القديسة العذراء مريم تتحلى بفضائل كثيرة، ومن ضمن هذه الفضائل فضيلة الوفاء. فضيلة الوفاء يا أحبائي فضيلة عظيمة جدا نحن نفتقر لها في هذه الأيام. فضيلة الوفاء تبني، فضيلة الوفاء تبني، ولكن لأن العالم في هذه الأيام يفتقر كثيرا لهذه الفضيلة، لذلك العالم يخسر الكثير والكثير. فضيلة الوفاء تبني النفس وتبني البيوت وتبني المجتمعات، ولكن لأن في هذه الأيام نفتقر لهذه الفضيلة، لذلك النفوس تهدمت والبيوت خربت والمجتمعات فسدت، لأن كل واحد ينظر إلى نفسه، ينظر إلى مصلحته الشخصية ولا ينظر إلى غيره. النفس تنظر إلى نفسها ولا تنظر إلى غيرها، لذلك النفوس تعبت كثيرا. إن أردت يا أحبائي، إن أردنا أن نعرف لماذا البعض يكون مكروها، لأنه يفتقر لفضيلة الوفاء، يفتقر لفضيلة الوفاء. البيت يبنى حينما يكون داخل أفراد البيت فضيلة الوفاء، كل واحد داخل البيت يكون وفي للفرد الآخر، والمجتمع أيضا، والمجتمع أيضا يبنى بناء سليما حينما يكون عنده وفاء. ولكن إن لم يكن هناك وفاء فلا يوجد هناك بنيان، لا للنفس ولا للبيت ولا للمجتمع. عشان كده يا أحبائي يا ريت إن إحنا نحط صورة أمنا العذراء مريم في هذه الأيام ونتعلم منها فضيلة الوفاء. حينما بشر الملاك الجليل جبرائيل القديسة العذراء مريم بالحبل الإلهي وعرفها بأن القديسة إليصابات العاقر حامل في الشهر السادس، يقول الكتاب المقدس أن القديسة العذراء مريم قامت بسرعة إلى الجبال وذهبت إلى القديسة إليصابات ومكثت عندها 3 أشهر تخدمها، لأن القديسة إليصابات كانت كبيرة في السن كما قال زكريا حينما بشره الملاك. كيف أعلم هذا؟ كيف أعلم هذا؟ إزاي أنا أعرف هيحصل الحمل ده وأنا راجل كبير في السن
وامرأتي إليصابات متقدمة في أيامها. لم تكن القديسة إليصابات عاقر، ولكنها كانت أيضا متقدمة في أيامها. فالقديسة العذراء مريم مكثت عند القديسة إليصابات 3 أشهر تخدمها، وهذا يدل على فضيلة الوفاء. أقول لكم يا أحبائي، وياريت كلنا نسمع ليها الكلمة دي، كلنا نحطها قدام عنا، أن الله دائما يحب الأوفياء. الله دائما يحب الأوفياء. حينما ذهبت القديسة العذراء مريم لخدمة إليصابات، يقول الكتاب المقدس أن القديسة إليصابات امتلأت من الروح القدس ونطقت وقالت: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاك في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. شوفوا عمل الله يا أحبائي حينما يكون الوفاء. امتلأت إليصابات من الروح القدس، وامتلأ البيت سلاماً، ويوحنا وهو جنين في بطن أمه فرحة، فرحة بزيارة القديسة العذراء مريم وفي بطنها الرب يسوع. فالله دائما يحل في المكان الذي فيه وفاء، ولكن يا أحبائي يكره عدم الوفاء جدا. عمل مع الرسل الأطهار لأنهم كانوا أوفياء. بطرس الرسول بعد شفاء الرجل المقعد من بطن أمه طلب منه ومن الآباء التلاميذ أن لا يتكلموا باسم المسيح، فبطرس وبقية التلاميذ قالوا لجماعة اليهود: نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وبما سمعنا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لأنهم أوفياء، لأنهم أوفياء، لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وبما سمعنا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لذلك عمل الله بهم ومعهم، عمل الله بهم ومعهم. أما الإنسان الذي يفتقر لهذه الفضيلة فكانت أيامه مرة وآخرته أمر وأمر، وهو يهوذا الإسخريوطي. تلاميذ كانوا أوفياء فعمل الله بهم، أما يهوذا الإسخريوطي كانت نهايته مرة. لذلك قال عنه الكتاب المقدس: كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد، لتصر داره خرابا وليأخذ وظيفته آخر. وهلك يهوذا الإسخريوطي لأنه كان يفتقر لفضيلة الوفاء. يا أحبائي، فضيلة الوفاء فضيلة عظيمة يجب أن يتحلى بها كل إنسان مؤمن، يجب أن يتحلى بها كل إنسان يقول أن العذراء مريم أمه. وفاء القديسة العذراء مريم يذكرنا بوفاء إبراهيم أبو الآباء. كان إبراهيم وفياً لابن أخيه لوط. حينما حدث خلاف بين رعاة لوط ولعاة إبراهيم،
قال إبراهيم للوط، رغم أن إبراهيم هو الكبير هو عم لوط، إلا أنه قال للوط إيه؟ لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن إيه؟ أخوان، إحنا إخوة، إحنا إخوة. ويفضل إبراهيم لوط في اختيار الأرض، يقول له اختار الأرض اللي أنت عاوزها رغم أن لوط هو الصغير، فيختار لوط أرض دائرة الأردن المعشبة. وترك للوط لإبراهيم الصحراء، ولكن الله لأنه يحب الأوفياء حينما اختار لوط الأرض المعشبة، أخذ الرب الإله إبراهيم وقال له ارفع عينيك وانظر على قد ما تجيب عينك، والأرض اللي أنت شايفها أنا حاعطيها لك ولنسلك إلى الأبد. شوف ربنا بيبارك دايماً الإنسان الوفي، بيبارك دايماً الإنسان اللي عنده فضيلة الوفاء، يقول له أنا هجعل نسلك كالرمل وكنجوم السماء، حتى إذا استطاع أحد أن يعد نجوم السماء فنسلك يعد. إبراهيم الذي كان يتمتع بفضيلة الوفاء حينما سمع أن لوط أخذ في الأسر جر غلمانه، جر غلمانه، رغم أنه كانوا 5 ملوك ما قدروش على الأعداء، إلا أنه إبراهيم أخذ غلمانه وتغلب على الأعداء وحرر لوط ونساءه وكل ما له من الأسر. كان وفياً ووفياً جداً، كان يتملتع بفضيلة الوفاء. لذلك حينما رجع وحرر لوط من الأسر، تقابل مع ملكي صادق، وملكي صادق بارك إبراهيم وقال لإبراهيم مبارك إبراهيم من الرب الإله العلي مالك السماوات والأرض. بارك إبراهيم لأنه كان يتمتع بفضيلة الوفاء. يا أحبائي، ربنا بيحب الإنسان الوفي، يكره عدم الوفاء. إبراهيم أبو الآباء الذي كان يتمتع بفضيلة الوفاء، حينما ظهر له الرب الإله وعرفه بما سيحدث في سدوم وعمورة، تشفع إبراهيم أبو الآباء من أجل سدوم وعمور لإنقاذ لوط ابن أخيه. يقول لربنا يا رب أتهلك البار مع الأثيم؟ لو فرض إن في المدينة في 50 بار، أتهلك البار مع الأثيم يا رب؟ ربنا من أجل إبراهيم الوفي قال له لو في 50 بار في المدينة أنا هصفح عنها. قال له طب ربما لو ناقص 50 5؟ قال له لو في 45 أنا هصفح من أجل المدينة. قال له طب لو نقص 5 تاني بقوا 40؟ قال له لو في 40 هصفح. قال له طب لو نقص 10؟ قال له لو في 30 هصفح. قال له لو 20؟ قال له لو 10؟ قال له لو في 10 أنا هصفح من أجل المدينة. يا سلام يا أحبائي، لو نتأمل في هذا الكلام نجد أن الرب الإله يحب الإنسان الذي يتمتع بفضيلة الوفاء. أمنا العذراء مريم كانت تتمتع بفضائل كثيرة،
ومن هذه الفضائل فضيلة الوفاء. وفاء من القديسة العذراء مريم يذكرنا بوفاء يوسف الصديق، بوفاء يوسف الصديق الذي كان وفيا لفطيفار، الذي كان يعمل خادما عنده. فطيفار حينما لقى الرب الإله مع يوسف وأن الرب الإله كان ينجح يوسف في كل طرقه، ائتمنه على كل شيء ووكله على بيته، ولم يعرف شيئا في بيته. فكان يوسف وفيا لفطيفار، فكان يوسف وفيا لفطيفار. حينما أرادت امرأة فطيفار أن تجذب يوسف للخطية يقول هذه الكلمات التي تكشف لنا عن وفائه: سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكلني على كل حاجة ولم يمسك عني شيئا غيرك، لأنك امرأته، أنت زوجته، لم يمسك عني شيئا في البيت كله غيرك، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى وأخطئ إلى الله؟ لم يستسلم لضغوط امرأة فطيفار، ولم ينجذب لشرها، ولم ينخدع بمكرها وبحيلها، فرفض أن يفعل الخطية. وحينما ألحت عليه كثيرا وأمسكته من ثوبه، ترك ثوبه في يدها وخرج وهرب. وضع في السجن أيضا فكان وفيا، فرئيس السجن وكله على كل المسجونين. خرج من السجن وكان الرجل الثاني في أرض مصر بعد فرعون، فرعون وكله على كل أرض مصر، فكان رجلا وفيا أيضا. فكما عمل معه الرب الإله في بيت فطيفار، وكان الرب مع يوسف فكان ناجحا، وكما عمل معه وهو في السجن كان ناجحا، عمل معه وهو في أرض مصر أيضا فكان رجلا ناجحا. حينما كانت سني الشبع جمع يوسف قمحا كثيرا جدا، حتى أنه ترك العدد لأنه العدد كله راح منه، عدد كبير جدا. أنقذ العالم كله من المجاعة. الله يا أحبائي يعمل مع الإنسان الذي يتحلى بفضيلة الوفاء. جاهد يا ابني، جاهد يا بنتي، إنكم أنتوا تحطوا العذراء مريم أمكم قدام عينكم، تتعلموا منها فضيلة الوفاء. فضيلة الوفاء فضيلة عظيمة، شخصية عظيمة أيضا في الكتاب المقدس، كانت تتحلى بفضيلة الوفاء. أكيد كلنا نسمع عن راعوث المؤابية، عن راعوث المؤابية. نعمة امرأة أليمالك حينما كانت مجاعة في الأرض، ذهبت هي وزوجها أليمالك وابنها وتغربوا في أرض مؤاب، وابنها تزوج. مات زوجها أليمالك ومات ابنها أيضا. سمعت ان المجاعة انتهت، حبت ترجع للأرض بتاعتها، حبت تصرف كنتاها، قالت لها روحوا بيت أبوك وخلاص،
أنا ما عنديش أولاد يبقوا ليكم أزواج بكرة، وما ينفعش إنكم أنتوا تضيعوا حياتكم، روحوا عند أهلكم علشان تتجوزوا وتعيشوا. كانتها في البداية رفضتها الرجوع، ولكن واحدة رجعت إلى بيت أبيها وهي عرفة، أما رعوز تمسكت بحماتها. بيقول الكتاب المقدس أما رعوز فلصقت بها، لصقت بها. شوفوا هذه الكلمات الجميلة يا أحبائي اللي قالتها رعوز المؤابية لنعمة، قالت لها إيه؟ ما تلحيش علي إني أتركك، مش هسيبك، أينما ذهبت أذهب وأينما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، الموت هو الذي يفصل بيني وبينك. لصقت بها رعوس ورفضت الذهاب إلى بيت أبيها. رجعت نعمة إلى شعبها، انظروا إلى البركة العظيمة التي نالتها رعوس لوفائها لحماتها. صارت زوجة لبوعز، ولي نعمة، صارت زوجة له. أنجبت عبيد، أبو يسى أبو داود النبي، فأصبحت رعوس الجدة لداود، الجدة لداود، والرب يسوع أتى من نسل داود. شوفوا البركات اللي أخذتها رعوس المؤابية. ليه البركات دي كلها؟ لأن رعوس المؤابية كانت تتصف وتتحلى بفضيلة الوفاء، كانت وفية جدا لحماتها نعمة. إذا أردت أن الله يعمل معك وبك في حياتك، خليك إنسان وفي، خليك إنسان وفي. لا يمكن الله يعمل معك وأنت لا تتحلى بفضيلة الوفاء، ولكن إن تحليت بها سترى عمل الله العظيم معك. حل الروح القدس في بيت زكريا وإليصابات، وأيضا أصبحت رعوس الجدة لداود النبي، وأيضا كان الرب مع يوسف فكان ناجحا، وأيضا بارك الرب الإله إبراهيم. انظر يا أحبائي أيضا داود النبي كان يتصف بفضيلة الوفاء، كان وفيا جدا. كان شاول يريد أن يقتل داود، وكان يتعقبه في كل مكان ويبحث عنه في كل مكان لكيما يقتله، ولكن حينما جاءت لحظة ووقع شاول في يد داود النبي وقال عبيد داود لداود: هو ده اليوم اللي ربنا وعدك فيه ان هيوقع اعدائك في ايديك. كان داود مختبئ في كهف، وجه شاول بعبيده وجيشه، ما يعرفش داود في الكهف ده. عبيد داود قالوا له: جه اليوم اللي ربنا يوقع اعدائك في ايديك،
احنا دلوقتي في ايدينا شاول نقتله. قال لهم ايه هذه الكلمات الجميلة؟ فكروا فيها يا احبائي لتعرفوا وفاء داود. حاش لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب. مش ممكن امد ايدي الى مسيح الرب لانه مسيح الرب هو. فلم يقضى ولم يستسلم لافكار جنوده ولم يقتل شاول. مره تانيه داود جات له الفرصه انه يقتل شاول. شاول كان بيتعاقب داود، فمن التعب نام هو وجنوده. فجه ابيشاي قائد جيش داود قال له سيبني سيبني انا اقتله ضربه واحده بس، مش هسني عليه، يعني مش هياخد الضربه الثانيه. بيقول الكتاب المقدس ان داود قال لابيشاي قال له ايه؟ من يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ. مين اللي يقتل مسيح الرب وهيبقى بريء؟ رفض ان اي حد يمد ايده لشاول. ولكن حينما قتل شاول وابنه يوناثان في الحرب مع الفلسطينيين، رثى داود النبي شاول ويوناثان وقال عنهم كلاما جميلا جدا في سفر صموئيل الثاني الاصحاح الاول. يا احبائي يا احبائي، فضيله الوفاء فضيله عظيمه جدا. ان اردنا ان نكون اولاد لله بالحقيقه علينا ان نتجمل ونتحلى بفضيله الوفاء. اوعى تفكر ان ربنا هيعمل معاك وانت مش متحلي بفضيله الوفاء. ابدا ابدا، الله يعمل دائما مع البشر الاوفياء، يعمل مع البشر الاوفياء. اما الغير اوفياء لن يعمل الله معهم ابدا. عشان كده يا احبائي احنا وفي هذه الايام المباركه يجب ان نضع هذه الفضيله امام اعيننا ونجاهد من اجلها حتى ما نتحلى بها وحتى ما تكون فضيله اساسيه في حياتنا. وان كنا يا احبائي وان كنا يا احبائي نجاهد من اجل هذه الفضيله، نبقى بالحقيقة إن إحنا أولاد الله، لأن الله يحب الأوفياء ويحبهم جدا، يعمل بهم وفيهم. ربنا يعطينا أن نجاهد من أجل التمسك بفضيلة الوفاء ومن أجل الوصول والحصول على فضيلة الوفاء حتى ما يكون لنا نصيب وميراث في الأبدية السعيدة. لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.